كانوا بيتناقشوا مع الرابي أو المعلم، وهي من ورائه واقفة مستنية الحديث ده يخلص علشان تعترف بخطاياها. واقفة مش عارف كانت اعترفت قبل كده ولا عايزة تعترف دلوقتي، مش عارف، بس هو حاسس بيها. وخطاياها الكثيرة ارتسمت أمام عينيها وابتدأت تبكي تبكي تبكي، وكانت واقفة، جاءت من ورائه، وقفت من ورائه، وابتدت الدموع تنزل على رجلين يسوع. وكانت رجلين يسوع للأسف لسه بترابها، لأن الباشا ما قدملوش مية يغسل رجليه كعادة الضيافة في ذلك الوقت. وابتدت الدموع تنزل وتغسل رجلين يسوع، غسلتهم خالص. وحين فوجئت أنه من كتر الدموع أن رجلين يسوع بعد الغسيل بقيت مبلولة، فرحت فك شعرها وابتدت تنشف رجليه بشعر رأسها. أنا أعتقد أن العملية دي خدت لها مش أقل من ساعة، وأنا متأكد أن قلب يسوع كان عمال يدق، يا ترى موقفي إيه قدام الناس وموقفي إيه قدام الراجل ده. الست دي معروفة في المدينة أنها خاطئة، غالبا بتشتغل في الدعارة، وكل البلد عارفة، والعينين كلها، وأكيد أكيد طبعا موقف زي كده، أنت متخيل حد مركز في الكلام اللي بيتقال، كله عمال تفرج على المنظر ده، واعتقادي يعني أنه كل بيقول إيه المسخرة دي، إيه اللي بيحصل ده، وإزاي هو سايبها تعمل كده. وهو كل شوية بتخيل أوقفها، أقول لها كفاية، لا مش عايز أحرجها، أسيبها لغاية ما تجيب آخرها. وهي شايفاه هو سايبها، وهي عمالة ترتاح عمالة ترتاح، فبتزود فيها وتسوق فيها. بعد ما غسلت ونشفت راحت عاملة حاجة تاني، كان معاها طيب، ابتدت تعمل إيه؟ تطلع وتعمل إيه؟ مسخرة زيادة بصراحة، يعني حاجة منظر رهيب قدام يهود في بيئة شرقية بالمنظر ده في الجو ده، وهو في منتهى الصلابة ما تحركش حركة واحدة، يزعجها. تركها للنهاية تعبر عن حبها، مرتقيا وساحقا ثقافة عصره، ولتذهب الثقافة إلى الجحيم، ولتذهب معتقداتكم البالية إلى الجحيم أمام إنسانة تحتاج إلى الغفران. إنها أحبت كثيرا، أتركوها تعبر عن حبها، واتركوني أتركها دون أن